الشيء اللي أدرجناه جديد هو إحداث نوع من التوازن بين الإهانة التي يتعرض لها المواطن الموظف أو الضابط العمومي أو القاضي أو المحامي أو البرلماني، فأدرجنا أيضا الإهانة التي يتعرض لها المواطن. فمن الآن فصاعدا إذا صدقتم على هذا القانون يصبح أيضا المواطن في حماية من التجاوزات التي قد ترتكب في حقه من طرف الموظف أو الضابط العمومي أو القاضي. فتلاحظون أنه فيه أحدث هذا المشروع أو هذا القانون التوازن المطلوب الذي كان يجب أن يكون يعني في الحقيقة منذ البداية.